بتقولوا يا شباب. ماشي. عندي خبر في الزمالك انه الزمالك بيستعيد جهود محمد عبد الشافي قبل موقعة تذكر الكيني. زي ما حضراتكم عارفين كان هو مستبعد من منتخبنا الوطني بسبب الإصابة، وبالتالي ان شاء الله باذن الله هيكون موجود قريب. هو شارك في جزء من وديه الاتحاد الليبي اللي خاض الزمالك بالامس عشان يتاكد جاهزيته لمباراه تذكر الكيني.